ينضم لي في الاستوديو الامين العام لموهبه معالي الدكتور سعود المتحمي. حياك الله دكتور. حياك الله يا عزيزي. يعطيك العافيه. وياك ان شاء الله. ولا زلت شبابا يا سيدي. الله يكرمك، شكرا يا عزيزي. انت يعني بين الموهوبين والموهوبين. كثير من الاشياء قاعدين تسوونها لهم الفتره الحاليه. في فتره ماضيه كانت موهبه لها ظهور، غيبت شوي والان بدات ترجع بانجازات. حدثنا عن اللي قاعدين تسوونه الان لاولادنا وبناتنا ايضا. شكرا لك عزيزي على استضافتي. موهبه كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم هي مؤسسه وقفيه، الهدف منها اسست في عهد الملك فهد رحمه الله، وتبناها في ذلك الوقت الملك عبد الله طيب الله ثراه، وانطلقت موهبة الهدف منها هو أن يكون رسالتها أن يكون الموهوبون والمبدعون هم الرافد الأساسي لازدهار الوطن، ورسالتها أيضا يعني وطنية ورسالة سامية، وهو إيجاد منظومة وطنية لتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة من خلال برامج نوعية متميزة لرعاية الموهوبين والمبدعين. جميل. هذا هو فكرة التأسيس في هذه المؤسسة. جميل. هذه الفكرة، لكن الإنجازات جت بسرعة. ليش حققت موهبة هذه الإنجازات، وكيف ستستمر في تحقيق المزيد؟ لأنه الآن أنتوا سويتوا جبتونا جوائز مرة مميزة من أولاد صغار جدا، هذول إذا كبروا بيسوون أشياء كبيرة لنا. مطلوب منكم بعدين الآن شيء أكبر منها ولا لا؟ صحيح. الحقيقة موهبة كما ذكرت هناك حراك ثم لكن انتقل الآن، لأنه حقيقة توجهات الدولة حاليا رؤية المملكة 2030، ولي العهد دائما الله يسلمه يتكلم في أغلب المناسبات، من ضمنها لما أطلق مشروع نيوم سوف نستقطب الموهوبون والمبدعون من جميع أنحاء العالم لتقديم شيء مختلف. فهو يركز، الدولة تركز على الشباب المبدعون، لأن هؤلاء هم الذين يخلقون فرص العمل، لا يبحث عن فرصة عمل، هو يخلق فرص العمل. وهذا أثره كبير على المجتمع. هذا الفرق بين الموهوب وغير الموهوب، أن هذا يخلق فرص عمل. صحيح. ولا يبحث. صحيح. ولذلك أنتم استقطبتوا موهوبين من العالم كله بحق. صحيح. هذا الهدف من استقطاب الموهوبين من العالم لتحقيق رؤية سمو ولي العهد عندما قال من العالم. ولذا في معرض انتل آيسف اللي حققت فيها المملكة أرقام قياسية في الإنجاز، 12 جائزة ما عمرها في تاريخ المملكة تحقق هذا العدد الكبير. دكتور تجاوزنا دول. صحيح. كثيرة. أنا جتني رسالة، والله قبل تجي جتني رسالة من شخص يقول جاب 6 دول وقارنها بالسعودية، واكتشفنا أن السعودية 6 دول ما وصلت 4 جوائز والسعودية 12 جائزة، وكمان يقولون لا حنا كان عندنا نقدر نجيب أكثر، حنا اللي مقصرين. يعني تخيل 12 جائزة في معرض عمره 65. صحيح. سنة. ها؟ صحيح. طموح كبير، طموح أكثر بإذن الله. قادرين؟ قادرين، ليش لا؟ توجيهات الدولة، توجهات الدولة والدعم اللي تلقاه المؤسسات مثل موهبة وغيرها من المؤسسات تجد دعم غير محدود من الدولة. ولذا نحن حريصون أن نستلم مثل هذه التوجهات ونبني عليها. يعني هو الرسالة لنا، المبدعون والموهوبون ينطلقون في آفاق أرحب. المستقبل الآن مستقبل تقني، مستقبل افتراضي. هذه الأمور ما يدركها إلا ناس مثل هؤلاء الموهوبون والمبدعون. العالم الافتراضي عالم مجرد. يعني الآن نسمع عن العملات الإلكترونية، انتهينا من العالم الحقيقي الآن، وهذه ما يدركها إلا مثل هؤلاء. هؤلاء الموهوبون هم الذين ينتجون مثل هذه التقنيات والصناعات والمستقبل، هم اللي يصنعون المستقبل. ولذا نقولها دائما التركيز عليهم الأثر. على فكرة خطتنا انطلقت مؤخرا، هذه الخطة الخمسية، الخطة الخمسية الثالثة انطلقت تبدأ في 2019. نعم. أي. هذه الخطة هدفها التركيز هو الوصول، أو نعمل لها مجانسة مع رؤية المملكة. جميل. ومن هذا المنطلق مبادرات موهبة سوف
تتغير وتطور لنأخذ جزء كثير من مبادرات الدولة ونبدأ نعمل عليها من خلال برامجنا المختلفة. يعني أنتوا الرؤية ماشية في هذا الاتجاه، إحنا معها في هذه الرؤية بما يخدمها نكون في 2030 حققنا 1 2 3 هذه النقاط اللي إحنا لازم نحققها. نحن عزيزي نحن والآن نحقق ما تطمح إليه الدولة. سمو ولي العهد لما قال نطمح أن المملكة تكون في أول 20 دولة في العالم، موهبة الآن في التواجد الدولي تجاوزت هذا الأمر، وإحنا حققنا الذي يطمح إليه الرؤية في ترتيب المملكة عالميا على أن نكون من الدول من ضمن 20 أو هذا. أنا أتوقع في نهاية هذا العام سوف تكون، إن لم تكن من 20 إن لم تكن من 10 فسوف تكون من 20. نحن نحقق هذا المنجز الآن واقع. إن لم تكن من 10، إن لم تكن من 10 في هذه الجوائز وفي هذا المنافسات الدولية. أنت تعرف من منافسينك، يعني قويين. ترى يا عزيزي عبد الله، هذا ليس مؤشر فقط للمواهب بل أيضا نظامنا التعليمي. يعني طيب احنا قاعدين نشتكي كل يوم، يجيني واحد هنا يقول لك وسوق العمل والتعليم عندنا يبغى يوائم ما يوائم. ما الموهوبين هذول اللي يحققون جوائز كبيره جدا دكتور من مدارسنا. صحيح. يعني انا اذكر قبل 2013 لما جلست مع موهوبين، واحد من الحسا، واحد من جيزان، واحد من رفحه، واحد من جده، واحد من يعني مناطق مختلفه. صغار انتم تمسكونهم تاخذونه. طيب. وبعدين الآن في الصيف، أنا قبل تجي قريت أنه أنتوا في الصيف هذا الموهوب تشغله مضبوط، يعني أنك أنت تستفزه باختبارات طول الوقت تخليه مشغول. صحيح. تحدي. هذا علاقتنا معه هو تحدي، بمعنى كلما قدم له شيء يتحدى شغفه يطلب المزيد. عجيب. ولذا دائما الموهوب يخرج عن العالم الواقعي إلى آفاق أرحب في تفكيره، في نمط تفكيره. ولذا لابد أن تعطيه مهارات، لابد تعطيه مفاهيم علمية، تعطيه في سواء في الرياضيات والعلوم، في الهندسة، في التقنية، في الحاسب الآلي، كل هذه الأمور تعطيه ما يحقق شغفه. وفي نفس الوقت، وهذا أيضا موهبة أخذتها في الخطة إن شاء الله القادمة، إنه نتعامل مع التطبيق. أنا أريد منظومة كاملة من توليد الأفكار من خلال هؤلاء إلى منتج. هذه المنظومة موجود. الدولة ما قصرت، الدولة أوجدت هذه الكيانات. مدينة الملك مثلا، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هذه حاضنة. عندك منشآت الهدف منها أيضا هو المنشآت. وهذه المنشآت المتوسطة والصغيرة، هذولا هم الذي يزرعون مثل هذه المنشآت. فوجود تطوير الأفكار، توليد الأفكار من خلال مؤسسات مثل موهبة من هذا الشباب، ثم حاضنات تحتضن مشاريعهم، أخذ هذه الحاضنات وتسويقها من خلال مثلا المهرجان الوطني، المهرجان السعودي للابتكار، معروف هدفه انه يعرض هذه المشاريع للمستثمرين. وهذه المنظومه كامله لعل قدمت موهبه في هذا المجال مقترحات، انه لابد من كمنظومه وطنيه للابتكار. موهبه ايضا قدمت للمقام السامي السياسة الوطنية للموهوبين، لرعاية الموهوبين، سياسة وطنية. قدمت موهبة أيضا نسميها الفهرس الوطني أو الناشنال إندكس للموهوبين، اللي هو الإحصائي على مستوى المناطق. وعلى فهذه الحراك اللي يحدث في موهبة، هو الهدف منه هو الوصول إلى هذا الطموح الذي ترغب فيه الدولة. طيب، هنا أنه احنا قاعدين نحقق جوائز، قاعدين نجيب انجازات. الناس لما ما يشوفون موهبه في الاعلام، يعني اتكلم على الاربع سنوات ثلاث سنوات الماضيه، يعتقدون انه جاب جائزه، انه يعني وزاره التعليم واجتهدوا وجابوا الطالب وحقق جائزه. بينما العمل انتم تمسكون الطالب وهو صف ثالث ابتدائي. صحيح. تاخذه وهو ثالث ابتدائي وتطلع منه موهوب من خلال مدربين معتمدين عندك. هذه خسارة ترى كبيرة جدا، ما أتكلم ماديا لكنها ما هي خسارة على الطالب.
وانتم كيف تجون تحطون العين على هذا الطالب انه هذا مميز ونحطه في فصول خاصه ومدربين خاصين؟ شو رعايه الموهوبين؟ ودي انه حتى الساده المشاهدين اي لازم يتصورون يدركون انه هي رحله، احنا ما ننظر لها وقفه معينه، احنا ننظر لها رحله. رحله ضوء الكلام اللي قلتها لك الشغف ألا. ناخذه في برنامج وطني اسمه البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين، التعرف على الموهوبين. هذا مشروع يمثل نموذج لنجاح الشراكه بين اجهزه الدوله المختلفه لانتاج مثل هذا المشروع. هذا مشروع بين وزاره التعليم وموهبه ومركز الوطني للقياس. هذا الكشف مثلا عام 2018 طلع في المملكة العربية السعودية فوق 12,000 موهوب. 12,000 موهوب غير اللي عندك من أول. نعم، هذولا جدد يدخلون في برنامج الرعاية. البرنامج الرعاية كما ذكرت قبل شوي هذا استثمار ضخم جدا، لكن في النهاية الأثر حيكون كبير جدا للبلد كله. نعطيهم فصول، ندرسهم في فصول، نجمعهم في فصول، ونؤهل معلمين للتعامل مع هؤلاء. معلمين نؤهلهم ما هو بس مادة العلمية نفسها التي تختلف عن المنهج العادي، بل مناهج مركزة في العلوم والرياضيات والتقنية. ندربهم عليها كمادة علمية، وندربهم أيضا على عملية الإرشاد وعملية الجوانب النفسية. يعني مدرسين خاصين لهم، مدرسين ندربهم موجودين لكن ندربهم نستثمر فيهم. أيضا المناهج طورت بيوت خبرة عالمية وعربية مناهج خاصة في الموهوبين. هذه البرامج وهذه نسميها في موهبة الشراكة مع المدارس. أيوة. عندنا برنامج أيضا نهاية الأسبوع نسميه موهبة ستيم، هذا في جوانب العلوم ولكن أيضا ندخل فيه مهارات حياتية ومهارات القرن 21 اللي نسميها المهارات الناعمة. أيضا بعد ذلك لما يأتي الصيف ما يترك هكذا، نسوي له برامج إثرائية. هذه تساعدنا غالبا، الشراكة هي تعطينا معارف على المستوى الأفقي من خلالها والرصد لها، نشوف إنه هذا في البرنامج الإثرائي هذا له، وهذا البرنامج الإثرائي، هذا البرنامج أكاديمي يحتاجه، هل هذا برنامج بحثي على شكل مشروع. تنتقل هذه المنظومة، معذرة، تنتقل هذه المنظومة مع بعض وننتقل حتى المرحلة الثانوية. ممتاز. ولذا المسابقات اللي تحدث والمنجز هذا لم يأتي بمجهود، لا. هذا جاء نتاج لهذا الرعاية. هذا اللي ينقص موهبة أنه هي تقول شوف المجهود اللي احنا نبذل مع الواحد لين يحقق هذه الجائزة. صحيح. لكن أنا موهوب وعندي ظروف، أنتوا وش تسول؟ يعني أنا عشان ما أضيع منكم كموهوب أنه لازم أنتوا تسول لي شيء تقدمون لي كطالب. يعني بعض الطلاب عندهم ظروف، يعني انفصال أب وأم أحيانا، ظروف مادية، أنتوا وش تسول؟ جهد الموهوب، الجهد المبذول للموهوب في الجوانب الإرشاد سواء المهني أو النفسي أو العاطفي كلها ترى يمثل من 25% إلى 30%. هذا مهم لأهميته. يعني تقومون فيه كامل؟ هذا 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 نتكلم عن الإرشاد. عندنا مبادرة اسمها الإرشاد والتوجيه. وعندنا في موقع موهبة عندنا بوابة خاصة بالإرشاد. هذه البوابة يدخل فيها الطالب ويدخل فيها ولي الأمر، وإذا لمسنا من خلال النقاش في هذه البوابة سوف نأخذ إلى مرحلة أخرى. إذا وجدنا أن الموضوع هو التدخل مباشرة من اختصاصيين في هذا سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية. فهذا نأتي لموضوع الإرشاد المعنوي المهني اللي تفضلت، يعني على الظروف اللي أحيانا تجي. لا نتكلم أيضا عن الإرشاد المهني، أنه أبي أضمن أنه ما يطلع، أبي أضمن أنه يستمر. هذا أوجدنا برنامج اسمه برنامج التميز. هذا البرنامج التميز يا أخوي عبد الله، هذا برنامج التميز هو إعداد هذا الموهوب للقبول في أرقى الجامعات العالمية وفي تخصصات تحت لها أولوية في المملكة. يعني هذا البرنامج حق موهبة، لو أقول لك أنه طالب عندي في الثاني ثانوي جاء 6 قبول من أفضل 10 جامعات في العالم.
هذا موجود الآن في موهبة عندكم. نعم هذا في موهبة نتاج البرنامج التميز. ولذا أدركت المؤسسات المهمة اللي يعني انتم تسوقون عيالنا حتى عند الجامعات العريقة في العالم انه يا جماعة الخير هذا ولدنا شوفوه نهيئه. هذا هذا الاستثمار وهذا الرحلة. وعشان كذا الاستثمار هذا جيبوا لي الصورة يا شباب اللي فيها عشان كذا هذا الاستثمار جيبوا لي الصورة اللي فيها علم المملكة وفيها عيالنا. هذه الصورة اللي دائما نحتاجها وهذه الصورة اللي دائما ترفع راسنا. اعطونا هذه الجلسات اللي تصير في صورة مستلمين جوائز. هذه الصور اللي تعلم عندنا يعني رافعين راسنا فيهم بشكل يعني لما يجوني هنا كثير من الطلاب جاني طالب من الطائف مرة وجاني طالب من جيزان أيضا بالله يشوف ترى هذولا برا ما يجاملونهم الجماعة برا هذولا عيالنا اللي متخرجين أيضا من موهبة صحيح. أنت يعني ماخذينهم صغار لبنة صغيرة وكبرتوهم إيه صاروا هنا أخوي عبد الله. أنت هذه تشوف هذه الصورة لو تشوف هذولا شوف علم المملكة لو تسأل هذولا من فين تجدهم خليط من جميع مناطق المملكة. يا الله برنامج الصيف في برنامج عندنا يا أخوي عبد الله نسميه تفرغي يجلس معانا في موهبة 24 ساعة هذا من الشمال هذا من الجنوب هذا من الشرق هذا من الغرب هذا من الوسطى كلهم يشتغلون مع مجموعات مع بعض في المعامل مع بعض في مجموعات مع بعض في الأنشطة الرياضية أنشطة اجتماعية مع بعض يتغدوا مع بعض يتعشوا مع بعض والتحديات تصير بينهم قوية جدا ونزرع في هذا مهارات مثلا العمل الجماعي الحوار الخطابة كيف يقدم نفسه كيف نقدمها من خلال هذه البرامج الإثرائية. البرامج الإثرائية 50% منها يمكن جانب علمي لكن 25% منها نسميها حياتية والجانب الآخر نعطيه مثلا مهارات حياتية نعطيه مهارات أخرى اجتماعية زي الأنشطة يوقف على المسرح يتكلم يعرف كيف يتكلم هو وزميله ويتحاورون في نقطة معينة. فكل هذه لما أقول لك رحلة طويلة ما هو حتى رحلة طويلة شاملة لها شمولية مكلفة يعني لو مثلا لو تسأل وهذا مهم جدا في موهبة ونحرص أنه يكون إحنا مرنين في موهبة في المبادرات. بمعنى وش نقصد بمرنين؟ دائما هناك نشاط للموهوب ما يترك له وقت فراغ نعطيه وقت فراغ متى حسينا أنه يحتاج مثل عنه لكن لما نلمس منه يحتاج إلى فدائما له هناك فعالية له هناك مبادرة تحتضنه وتحقق شغفه سواء في تخصصه أو في المجال اللي يرغب يدخل فيه. إحنا إن شاء الله الصورة هذه وغيرها من الصور الكثير في شغل موهبة اللي قاعد يصير ومع الدكتور سعود المتحمي وهو أكاديمي ووزير دولة ومسؤول وأب قبل هذا كل الموهوبين هذولا إن شاء الله ما عليهم خوف. مع الدكتور سعود المتحمي أنا مبسوط أنه التقيت فيك يا سيدي مبسوط أنه شرفتنا اليوم شاكر لكم وقدر وألف شكر يا سيدي على جيتك شكرا لك.